حسن المجلس الدولي للحبوب توقعاته لصادرات القمح من روسيا للعام الزراعي الحالي، إذ يتوقع أن تستحوذ روسيا على ربع صادرات القمح العالمية للمرة الأولى. وتتوقع المنظمة أن تقوم روسيا بتصدير 53.1 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي، بعد أن كانت تتوقع في أبريل الماضي 52.1 مليون طن. ويعد المؤشر الجديد أعلى رقم تسجله صادرات القمح في تاريخ روسيا الحديث، وسيكون أعلى بنسبة 10% من العام الزراعي الماضي. وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023-2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي. ومن كبار مشتري القمح الروسي تركيا 4.349 مليون طن، ومن ثم مصر 3.577 مليون طن، فبنغلاديش 2.372 مليون طن، ومن باكستان 1.640 مليون طن، فالجزائر 1.604 مليون طن. وفيما يتعلق بصادرات المنتجات الزراعية من روسيا ككل، صعدت هذه الصادرات في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.